كفايه بقى رخصتي نفسك. مش ارخص منك. اقلع يا سيف الوش العيره اللي انت لابسه عشان حبيبه القلب ما بتحبكش ولا عمرها حبتك. بتحب ياسين وهتفضل تحبه، وانت هتفضل مركون على الرف. استبني وخلاص. اسكتي خالص. مش هسكت. انت السبب في كل اللي احنا فيه ده، من اول موت ماما لحمزه المنصور. والله دلوقتي منصور؟ مش منصور ده اللي قربتيني عشان عاوزه تخلصي منه باي طريقه، عشان تعرفي تجري ورا الدكتور اللي حفيتي ورا سنين وكرفك؟ دلوقتي بقيت انا السبب؟ مش ذنب ان انت اللي فاشله. انت اللي فاشل وكل محاولاتك فاشله، من اول مسحه علي لحد الفيلم الناسخ اللي احنا عايشين فيه ده. اسكتي خالص. مسحه علي؟ مالها مسحه علي؟ اقول لهم ولا تقول لهم انت؟ بس انت الجنة. استنى يا سيف. ماله علي؟ وايه حكايه المسحه دي؟ البي لما لقاكوا بتتخانقوا مع بعض بعد علي ما مات، وانك بتتهميه بالاهمال، قال فرصه سبب قوي عشان تسيبي بيه ياسين. يعني ايه؟ البي قال لكم ان مسحه علي ايجابيه وهي سلبيه. تحليل علي سلبي كورونا. علي طلع ما ماتش من كورونا. يعني مش ياسين اللي عداه زي ما كنتوا فاكرين؟ لا، ذبحة صدرية حادة هي سبب في النوبة القلبية اللي جات له. هي المسحة دي بتعمل معاك ايه هنا؟ هو انت ما وريتهمش المسحة دي؟ لا، ما انا قلت كده ولا كده. الولد مات ومش هتفرق. هو حرام اسيبه على عماه؟ حرام؟ وانت لما قلبك اتوجع ومحدش عبرك ما كانش حرام؟ الفرصة اللي زي دي بتيجي مرة واحدة، يا إما كل حاجة هترجع زي ما كانت وانت اللي هتندم. يعني أنا ما عادتش علي؟ فضلتوا تتفقوا عليا فوق وسط ابني؟ إيه الغل ده؟ طول عمري يا سيف عارف إنك أسود من جوه، بس مش للدرجة دي يا أخي. طب ليه؟ ده أنا كنت بعتبرك أخويا. ده حتى أمك كنت بعتبرهم. صح صح. حتى أمي كانت بتحبك وبتقف ضدي عشانك. أنت كنت عامل زي الشبح اللي بيطلع لي في كل حتة. من قلبي تاخد مني نهال، ومن عقلي تاخد مني شغلي، حتى بيتي. كنت ساحر لأمي وأختي. خدت مني كل حاجة بحبها، بس ادتليش حاجة. كنت عاوز اخلص منك بأي طريقة. وجودك دايما بحسسني بالنقص، كنت كاتب على نفسي. ما انا زيي زيك. ليه لازم تكون أحسن مني؟ ليه؟ ليه لازم البنت اللي أنا بحبها لما أنت تختارها أنا أبعد وأنت تفضل؟ أنت طول عمرك أناني وما بتحسش بمشاعر خيرك. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.